مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. شو أخباركم؟ بداية الدعوة والغفران لأهلنا بغزة، لشهدائنا بغزة. الله يطعم الصبر والسلوان لأهلهم، الله ينصرون هيك ويكملون كم قصة من حركات خان يونيس. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا قريب. الله يحميكم ويقويكم وينصركم ويرحم شهدائكم يا رب. تأهل منتخبنا السوري لدوري 16 كأس أمم آسيا بهدف عمر خريبين عزيز والنادي الوحدة، وإن شاء الله راح نواجه إيران. عنا حظوظ نتأهل ضد إيران، بس نحن هدفنا كان من هي البطولة إنه نطلع دوري 16، اللي كان هو إلى حد ما عقدة بتاريخ المنتخب السوري، والحمد لله تجاوزنا هي العقدة بهدف واحد بس بالمجموعات مع تكتيك وحنكة هيكتور كوبر. فالحمد لله في حال هلا حتنزل روح شوف إذا بدك ما بدك على راحتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.